طيب نيجي خلينا بقى نروح لثلاثي العمق زي ما حضرتك عاملهم، محمود علاء لاعب نادي الزمالك وعلي معلول ومحمد سمير. علي معلول ومحمد سمير. اول حاجه محمد سمير، ليه محمد سمير محطوط؟ هو محمد سمير لاعب نادي المقاولين العرب، هو اكتر مدافع اولا لعب بشكل اساسي، لعب 18 مشاركه بشكل اساسي، ما غابش ولا مباراه. تاني حاجه هو اكتر مدافع سجل اهداف في الدوري، سجل 5 اهداف في الدوري. ثالث حاجة هو من ال 18 مشاركة دي عنده 8 كلين شيت، له دور كبير جدا في القوة الدفاعية اللي ضايفها في المقاولية العرب، وفي نفس الوقت بيسجل أهداف، وبالتالي يستحق، بيقدم دور أول مميز جدا، مخلي المقاولين في المركز الثاني، وبالتالي يستحق يتواجد في التشكيلة المثالية محمد سمير مدافع المقاولين العرب. الثاني محمود علاء، محمود علاء بصراحة اتطور بشكل ملحوظ كبير جدا مع نادي الزمالك، مسجل 4 اهداف. محمود علاء كان في السنوات اللي فاتت تحس ان هو بيسجل اهداف بس، كان مثلا عنده بعض الدفوات في القدرات الدفاعيه في التمركز، لا اتطور بشكل ملحوظ بصراحه الموسم ده في التغطيه، في عمليه البلوكات، عنده روح، عنده شخصيه. كمان كارتيرون لما جه نادي الزمالك بقى بيلعب على التمرير الطولي، فبقى محمود علاء بيبني الهجمه من ورا بشكل كويس جدا. محمود علاء مسجل 4 اهداف وعنده 8 كلين شيت في 13 مشاركه، وبالتالي محمود علاء برضه يستحق ان هو يكون واحد من افضل المدافعين في الدور الاول. الثالث علي معلول، علي معلول كل موسم تحطه وانت مغمض، يعني علي معلول اكتر باك شمال اصلا مساهم في اهداف، صنع 6 اهداف، عنده 6 اسيست، وحصل على ركلتين جزاء. يعني الناس اللي بتحسب ركلات الجزاء من ضمن الاسيست ممكن توصله ل 8 اسيست، ولكن هو 6 اسيست وحصل على ركلتين جزاء واحرز 3 اهداف. دي على فكره مباراه المقصه كان صاحب الهدف الاول للنادي الاهلي فيها في الدقيقه 75 او 76، ده غير الاهداف الافريقيه طبعا. احنا بنتكلم على الدوري بس، على الدور الاول يعني. فبالتالي معلول مساهم في 9 اهداف، في 9 اهداف وركلتين جزاء، يعني 11 هدف. باك لوحده مساهم في 11 هدف، ده كفيله ان انت تحطه في التشكيله المثاليه. كفيله ان انت تحطه في التشكيله المثاليه. دول الثلاثه اللي ورا. الاثنين الارتكاز، الاثنين الارتكاز هما افضل اثنين ارتكاز في الدوري بالارقام، يعني اليو ديانج وعمرو السوليه. نبدا الاول ليه مش طارق حامد و هقول لحضرتك اليو ديانج طبعا بصراحه هو اصلا قطعه اوروبيه موجوده في الدوري المصري بكل التاكيد. معدل استخلاصه للكوره في الدوري 16.1، اليو ديانج 16.1. ليه مش طارق حامد؟ طارق حامد 14.9 معدل استخلاصه للكوره، يعني ديانج في استخلاص الكرات اعلى من طارق حامد. معدل المحاولات ديانج بيعدي الواحده في الماتش الواحد، طارق حامد 9.10، يعني على المستوى الهجومي كمان ديانج اعلى من طارق حامد. كذلك معدل ارتكاب الاخطاء، طارق حامد بيرتكب اخطاء كتير جدا، ديانج اقل في ارتكاب الاخطاء، ورغم كده ديانج 22 سنه بس، ديانج اصغر في السن، هيتطور كمان بشكل اكبر. ديانج هو يعتبر بصراحه اليو ديانج ما ينفعش ما يبقاش موجود في التشكيله المثاليه لاي حد. اليو ديانج هو قطعه اوروبيه موجوده في الدوري المصري. زي ما قلنا قبل كده تسلم العين اللي جابته النادي الاهلي واحد. وكمان هداف، ده يعني جايب هدف وصنع 2 اسيست في الدور الاول. نيجي بقى للناحيه الثانيه، الناس اللي كانت بتقول في الرسائل ان عمرو السوليه مظلوم اعلاميا. عمرو السوليه احنا دايما كنا بنختاره من رجل المباراه. عمرو السوليه بيقدم افضل مواسمه مع النادي الاهلي بالارقام منذ انضمامه، على فكره ده افضل هدف من وجهه نظري في ان الدور الاول، يعني لعمرو السوليه في شباك ثلاث نقاط كمان، في شباك طلاع الجيش كمان من المسافه، لما رقص ودخل وحط وش رجله في المقص من بعيد قوي. فالاهداف اللي هي بتبقى من مسافات ديت بتبقى حاجه عمله نادره في الكوره بصراحه. طبعا عمرو السوليه بقى بالارقام يا كابتن اسلام بيقدم افضل مواسمه مع النادي الاهلي. احنا عاملين مقارنه في جدول فيها ارقام عمرو السوليه منذ اول مجيئه للنادي الاهلي لغايه الموسم ده، هنلاقي ان هو في الموسم ده مساهم في 7 اهداف، احرز 3 وصنع 4. طب تعالى نحسب بقى المواسم اللي فاتت كان عامل ايه مع النادي الاهلي، وكمان في 15 مشاركه بس، ده لسه الموسم ما خلصش. الموسم اللي فات في 27 مشاركه احرز 2 وصنع 4، يعني مساهم في 6 اهداف الموسم اللي فات كله. الموسم ده وصل ل7 في 15 مشاركه بس. الموسم اللي قبله اللي هو 2017 2018 30 مشاركه مساهم في 4 اهداف. الموسم اللي قبله اللي هو 2016 2017 ما جابش غير جون واحد. موسم 2015 2016 اول موسم للنادي الاهلي عمرو السوليه ما جابش جون وما صنعش حاجه. وبالتالي عمرو السوليه بيحقق افضل ارقامه مع النادي الاهلي في الدوري في الدور الاول، مساهم في 7 اهداف حتى الان، احرز 3 وصنع 4. وبالتالي عمرو السوليه يستحق يتواجد في التشكيله اكتر، يعني هو اكتر لعيب ارتكاز في الدوري مساهم في اهداف 7 اهداف،
احرز 3 وصنع 4. أيوة. عشان كده ليه مش فرجاني ساسي؟ عمرو السوليه مساهم في 7 اهداف في الدوري. وبالتالي عمرو السوليه وديانج ارقامهم رهيبه، ارقامهم عاليه، يستحقوا ان هم يتواجدوا في التشكيله المثاليه. احنا قلنا مثلا في الزمالك اخترنا محمود علاء، كان محطوط في افضل في التشكيله المثاليه، وبرضه مختارين احمد سيد زيزو من نادي الزمالك يعني. فكله محسوب بالارقام. نيجي برضه للثلاثه الاجنحه او الثلاثه اللي تحت رؤوس الحربه. احنا لسه بنقول احمد سيد زيزو من نادي الزمالك مختارينه في التشكيله المثاليه. احمد سيد زيزو هو اكتر لاعب مساهم في اهداف لنادي الزمالك، بس انا مش محطوط في التشكيله باك رايت برضه. احمد سيد زيزو لا يعني مش محطوط في التشكيله. ما هو انا في الاربع مفيش باك رايت بصراحه عدى الاثنين اسيست او الثلاثه اسيست. قعدنا ندور مفيش باك رايت معدي الاثنين او الثلاثه اسيست في الدوري المصري. محمد هاني 2 اسيست، احمد فتحي ما عملش غير واحد، رجب بكار واحد، باهر المحمدي جاب جون وصنع 2 اسيست. يمكن انا حتى عملت مقارنه كده للباكات اليمين كلها، مفيش باك يمين معدي الاثنين اسيست في الدوري يعني.